عيشة محتاجة لنفس يا راحة زورينا مرة وبس. العيشة محتاجة لنفس يا راحة زورينا مرة وبس. عايش سفري شيب شعري طول سفري وانا شباب. عايش سفري شيب شعري طول سفري وانا شباب. علشان تعيش مشيها سفري بأي شوق الفرصة زي العيشة سفري مع الكل. علشان تعيش مشيها سفري بأي شوق الفرصة زي أنا شادي خريج حقوق من وضع البلاد مخنوق. أنا شادي شادي خريج حقوق من وضع البلاد مخنوق. عايش سفري شيب شعري طول سفري وأنا شباب. علشان تعيش مشيها سفري بأي شوق الفرصة زي العيشة سفري مع الكل. علشان تعيش مشيها سفري بأي شوق الفرصة زي العيشة سفري مع الكل. شوفي البرنامج رسلوا لي الان رساله لايف يقول لي يا شادي تابع انت وزوجتك سهير لانه ان شاء الله بتفوزوا. ها كذا قالوا لك انت وزوجتك سهير؟ ايوه شوفي ها سهير شفت الصاد هلو شوفي اقول لك بطل بطل الهبال وبطل المباوعه يا شادي دي كلها اوهام وكذب. ايش من اوهام مش من كذب؟ شوفي الناس ها كيف يفوزوا من كل الدول ها باقي اللي علينا اكيد ان شاء الله بنفوز. هي كل اللي يفوزوا اللي تقول عليهم من كل الدول كلهم اصحابهم داخل الاستديو. اصحابهم داخل الاستديو يعني كذا انت ونظريه المؤامره والناس كلهم متامرين عليك وضدك. مالك يا سهير مالك؟ الموضوع حقيقي حقيقي. قلت شوفي قدامك هاي صور ريبورتاجات ولقاءات مع الناس. الموضوع حقيقي حقيقي ان شاء الله بنفوز ان شاء الله. كله كذب كذب كذب. شل نفسك واخرج اشتغل لك احسن. ايه جلس اشتغل ادور اليوم كامل على 1000 ريال ولا 2000 ريال. شوفي هنا ضربه حظ ان شاء الله بنكون تجار. كم خسرت للان يا شادي؟ مش كثير يعني تقريبا كذا يعني اعتقد 3 4 5 12450. 12000 يا شادي 12000 فقط لا غير. فقط لا غير ال 12000 هذه اني ولابه اني 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 اولابه. كنت بشتري لي اثنين خواتم هكذا بتقشقش بهم محلي ابو 2 جرام وجلس اتشطح عند قد خوزران. سهل سهل خلينا نفوز بس بالجائزه الكبرى. اشتري لك بدل الاثنين 4 ومش محلي ان شاء الله خارجي. ولا يهمك ولا يهمك بس شوف 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 اكيد اكيد بقول اسمي اكيد. ها شوف بيعلنوا النتيجه 5 4 3 2 شوف شوف انا قد قلت لك انهم كذابين وانه كله وهم. لا لا مش وهم لانه في واحد فاز امه وعياله وزوجته مش قاعده تزن فوق راسه لان محترمه نفسها مبنده لقفه لكن انت قاعده سمعوا اني قالوا انه لوكين والله ما نعطيهم الجائزه. كذابين. ازي لك يا سهير لكن بس اسالك بالله خلاص انا ولا شيء اسمع منك نقص خلينا قدنا لا هنا والله العظيم. لوكا واحده خلاص روحي افتحي الباب. ها هذه متى بنخلص من امك؟ يعني خلص تعذر لنا انه بيت اختها بتكون طول الوقت رايحه واقيه؟ لا عيب عيب امي. بعد ايش دراك امي؟ افرض امك. لكن ان شاء الله هكذا ربنا يحول لي من الشهر الجاي هذه بالمسابقه نشتري لنا بيت نسكه من امك. يا رب. بس. اهلا يا عم اهلا، اهلا وسهلا. شفيقه ايش تقولي؟ اوه ان شاء الله عليك يا عمه على اذون معك تسمعين. الله اكبر عليك، انا اصلا عارفه ايش تقولي من غير ما اسمعك. الله اكبر عليك. ما شاء الله وليه واني مش داريه. ايه وليه؟ ولما الاولياء يجوا الشياطين يقوموا. هيا قومي ادخلي ادخلي داخل. ايش قصدك يعني اني معي شياطين؟ لك الواحد داري بنفسه. هيا خاطرهم. اوبه اوبه رجل عمتي اوبه اوبه مهما كان هذه ام شادي حبيبي. بالله من الشيطان انت بنت شادي. بعد بعد هيا تعالي شوف زي قلت لك يا شادي. امشي امشي بعدي
طريق يا صالحين سهير واصحابه قازعين وفينا من الشيطان ما لدي زوجتك وتجيب الجبال ما لما انت حضرتيهم كمان ليه البنت مسكينه اهلا وسهلا ام اهلا وسهلا لا اهلا وسهلا ولا اهلا وسهلا قليل حالك انزحفتوا كل يوم سارحه مروحه يقولوا وقعوني كبيره يا جادي حرام عليك يا جادي خلاص من يوم ما زوجتك انت شفيقه تغيرتها لا تقدر تزعل علي لا تقوم تجي امي تشتكي الله يرحم ايام زمان ايام ما كنت قبل ما اشتكي تقدر تسوي لي الحاجه الحين تبغى تسوي الكبر تبغى تصفي الكبر يا شادي يما انا في ذلك موضوع الكبر والله العظيم نسيته تماما نسيته بس انا اوعدك ان شاء الله كذا بس اخلص شغلاتي على يوم الاثنين الثلاث الجاي ان شاء الله وانا عندك ولا يهمك ثلاث لا حرام يا شادي ليش الثلاث خليها الخميس حرام الربوع ارتاح اجازه مني يا شادي افضل افضل والله انا كنت اشي اكلمك بس مستحيل افضل بعينك يا شادي الان تجي تصفي لي الكبر يعني خلاص زحفته يا شادي زحفته دوخ كله من غير انك خلاص غير انك انا متاكده الله يرحمك يا عبد الحليم تعال شوف شادي ايش يسوي فيبي الله يرحمك يا بالله يرحمك بس ما ولا همي خلاص انا باقي معك بصفي لك الكبر بس ايش تفهم والله ما الموضوع في بو يعني كذا حاجه ولا صفنيه بس يعني الموضوع تنظيف للكبر ولا في حاجه لك يا شادي اقول يا شادي قدك داري من ايام جدتك زلقف وهذا الكبر من معه معدين من معه نحاس من معه حاجه مع الاشتياش لا دخلته يوم تاني يقول لك سوق يا شادي سوق السوق الناس كل اللي تبيع معدين اللي يبيع نحاس اللي يبيع مدري ايش حديد والكبد حقي لا الكبد حقي انا واثقه حاسه كده نصص نحاس ببون يا شادي ولا بنساك يا شادي تحسبني بنساك او لا يا شادي من معي السخاني بابني يعني قريب من معي معي يا شادي واحد يا شادي انت شلهم بيحهم شل لك 100 ريال حق الانجليز 100 ريال حق الانجليز ما عاد فيش مشوار في العالم بمية ريال ماذا؟ ليش عليا؟ ليش عليك بتشيل عليا انجليز يا جادي؟ من صدقك يا مساوخ أنا أمك عليك بتشيل عليا هذا مني على المية ريال خلاص أمه شكرا شكرا أنك بتبي لي 100 ريال الحمد لله يعني طب خلاص أمه ولا يهمك من ذي العين قبل ذي العين بس خلاص أنت روحي الآن كذا وهدي أنا بعد ساعة إن شاء الله بلحقك إيه بعد ساعة الآن أنا هنا جالسة رجلي على رجلك ولا بتحرك يا جادي الله يرحمك يا عبد الحليم تعال شوف شادي ايش اسوي في بي عبد الحليم كله من هذه الحق ما يا شادي اكد غير انك الله يرحمك يا ابا الله يرحمك يا ابا بس شادي يا ابا ان انا رايح معي والله العظيم خلاص ولا يهمك امه خلينا نروح الان يلا طريق يا صالحين الله اكبر الله اكبر طوم عيالي قازعين انتبهي تدعسي انتبهي تخطي يا سوسو سوسو ها يا سوسو طيب تعمل يا او ايش كدهاديف ايش من كدهاديف تجيب بياس كدهاديف امك تجيب بياس ها ايش من كدهاديف دي حاجات كده يعني معادن وشغلات وخرابيط لانه ما تسمعيش انت الرجال لما يجي يقزع بالحافه ايش يقول؟ يا هيا المعادن هيا الدباب هيا الوايرات يعني اشتروا الحاجات هذه هم اشتروا هذه الحاجة هذه من نفسها تجيب بياس انت ايش فاهمك انت؟ ايش من بياس؟ ها ما سمعتش الرجال كمان يصيح يا طيارات يا سيارات يا لا 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 تزايج لا طيارات ولا سيارات يقول إلا يقول طيارات لا أبو المعادن حديد صفر نحاس بس ها ما سمعتوش يقول طيارات أبدا لا أبدا سمعتي طيب هي أنا بأهب لك معلومة كده سمعتي عمرك على موضوع الطيارة الماليزية اللي اختفت أيوة هي هذه إيش اللي خلاها تختفي وانش دراني هذا هو صاحب المعادن لأنه هو الوحيد المستفيد من الخردة والحاجات دي خلاها تسقط وتختفي وبعدين شل الحاجات نصد شادين إيش هذا اللي تحت الجونية إيش في تحت الجونية هنا ايش فيه؟ ايوه هذا الذهبي ذهبك هناك داخل من الغرفة لا الذهبي هذا ايش؟ ده كتلة نعم ما تعرفش الكتالة دحين يا ربي محلو صغير في عجبك ده الكتلة دخل نفسي يا شادي بيع كل شيء لهذا الكتلة يعني لهذه الدرجة تعلقتي به؟ ايوه عجبني خلاص يلا ها اللي اغسل اياه وطرحيه ده لا مالك يا شلو اغسله انت ونفره وقبله هذا كمان اخدومي كنا ايوه مالش دخل خلص اني بروح بدخل غرفتي عشان ما انكتمش اني من التراب بس تصدقي يا سوسو صراحه شكله انيق يعني كذا زغنطوط كذا وذهبي بينفع احنا بصراحه لما نكون كذا يعني خورانين شاي العصر
من انت؟ ما عرفت ناس؟ انا صاحب الديشه، جيت اشيل 1000 ريال قبل مقطع الديش. قلنا عبو قلنا عبو بس انا ما اشمع ديش، اشرب من الثلاجه. انسي عبو انسي عبو انسي عبو. عرفت انا ولا ما عرفت ناس؟ لو تتهابل معي بعطيك كفل مواش مخك زي اليسا بخليك عاوها. طب انا اشوف مشبه بك، انا اشوف يعني احسك كده من عند الاذون والركبه والصدر كده تشبه ابن خالتي، ابن خالي البانتي. ها ليه جيب معك الحلوين زي؟ لا لا يعني، او انك مثلا ابرها الاشرام او عبوب عبوب. هيا لبارا، عرفت انا ولا ما عرفتناش؟ ترى انا شفت، اتهيأ لي انا شفتك بس فين؟ ما فهمليش والله. يعني ذكرنا، انت تجيب ايش؟ تجيب ايش؟ ذكر اجيب التلفزيون. يا اخي الله بيزيلك والله العظيم. احس انك كذا يعني، شوف الحلاوه دي يا انوشكا يا اصاله. اصاله اصاله اصاله، كتبت لي انك اصاله. يلا ناويلك على نية بس انت اصبر شويه. شدب شدب شدب. اصاله تقول شدب شدب شدب. دم الخمير دم مالك شداب شداب مالك. فنانة فنانة. بصراحة أنا مش داري فين شفتك، يعني تهيأ لي أنا شفتك في مكان، بس لحظة خلينا في مش عارف كده، مدريش بصراحة مدريش. تلفزيون أبيض وأسود. لا لا، وبتقول لي انك تاكل اللي يخرج الجني من داخل ال 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 الكتلين، ويجي يقول لك يعني حقق امنياتي كامل، ويزوجنا 4-3 فوق سهير عشان نحرق سهير، ويجيب لي فلوس وعماير ما شاء الله وسياره مرسيدس، ويجيب لي محطه بترول عشان الازمه كذا. يعني معقول انك انت الحاجات؟ بصراحه انا ما صدقيش يعني افلام اسماعيل ياسي والحاجات القديمه دي. يا اخي دي خرافات، مالك من دي؟ هباله هباله بصراحه. انت طموح، انت طموحك وصل حدود القمر. انت طموح زياده عن اللزوم. لا لا، انا جني طفران، اجيت اشيل منك 1500 سنه بعد الظهر برجع لك اياها بالهباله. مالك يا عاقل. انا توقعت اول ما تخرج من هذا الكتله تقول شبيك لبيك، عبدك بين ايديك، اطلب واتمنى 7 امنيات. انا بقول لك ايه، بس جيب لي مي يا اخي بينك. خلينا شاب، انا ابدا ابوك، انا عندك مي ثاني طلبه يعني. ريقي نشب بيني وبينك، جدتك حابسه لي 500 سنه داخل الكتله هذا، ولا عمري فور انه توصي ب 20 شاي ولا ترضى تفور. يا شيخ لو ما طلعت من كثر النشفان. دريبه دريبه جدتي. طب ولا يهمك الان الان، دقائق دقائق بس، باقي لك باقي لك المي. مي مي بالله، مي سريع سريع. طب اغرف لك بده يا اخي، مدني البيت بس معهم. طب تشتي ها مي بارد؟ مي بارد ولا مي حامي؟ بارد. باش من حامي عاد، ايش من حامي عاد، خد بارد. خلاص ولا يهمك ولا يهمك. طيب اسمعنا، اجيب لك يعني مي معدني ولا مي من القصبه؟ قصبه قصبه، مش نرجعك ربحنا. لا سالك بالله، سالك بالله، قصبه قصبتكم وسخه، يا حجار يا كلور يا رمامه، بعدين كلى مستشفيات مش متوفر فيه امكانيات. معدني معدني خلاص ولا يهمك. كل
تكلم تكلم خرج لي بقلبك كله. تصدق يا جوجي ارتحت لك. جوجي ها؟ دلع يعني جني مكسور شغلك يا جني فارق السن والاحترام يعني. تصدق انا يعني بفضفض لك بحاجات ايش امنياتي ايش طموحاتي بس مش هيك تاخذيها على محمل قلت تروح تحقق لي هذا على طول هذا فاهم لانه انا يعني الشيء ادرس الموضوع اللي بطلبه منك فاهم فانا نفسي يعني يكون عندي فيلا كذا في ثلاثة أربعة دور أيوة على أسانسير ومعنا كاوية ومعنا المعلق هذاك حق التياب عشان الشباب ونفسي كذا بحديقة كبيرة في مسبح مسبح في بين الرشاشة ذيك القصبة اللي تلعب أيوة بالماء شجار وبقاعة جميل جميل تجيب لي نورس ولقلق أيوة رهيب رهيب والله وكمان نفسي تدري بيش كمان وشغالات يكونوا حلو حلو خمسة سبعة كذا أيوة جميل ممتاز وكمان أشتي يعني كمان سيارتين ثلاثة أربعة خمسة عشان البيت تملك وباص كريب وبيكاب عشان الشقة تملك وأشتي كمان تدري إيش كمان بيرين نفط كده عشان الواحد يطمن يعني إنه يعيش ومرتاح بالضبط بالضبط يا أخي والله يعني أنت تافه تعرف المصعب أنت يعني منو مصعب دلع 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 حاجة طيب سبيش هذه الدلع لها مصعب قد احنا جين جين اه جين يلا تعالى خالد من خالد قد احنا جين دلع يلا يلا انت مشتي لك جني انت اشتي لك شيخ علشان يوفر لك الحاجات هذه كلها يكون والله يعني خذ نقول لك جني وضبحان وقيت ادور سلف وقال اذا دخلت الكتلي هذا وانت تدور لي يا اخي انت تافع والله انك تافع يا طيب اسمعنا يعني انا اتصدق اصحابي يا جوجل كلهم يحبونا يحترمونا يهبوا لي سياراتهم يهبوا لي يا هلس هاي هذا انت ما خزنتش لي الهلس ده كله والله كلمه ولا معك صاحب جالس نفسك دخلت البيت زي الجني اخص انت يا حلو هذا رجعك سلحفاه يقدبك ما العب على سلحفاه بلعب على تصدق اصحابي شادي انت ومن ما عليك ما تكلم نفسك لا لا ما اكلمش نفسي انا بس ايش ده من دي دي الزوجه ايه الزوجه زوجتي زواج عقد ولا دي حاجة أيوة دفعت هي بيس أيوة يا شيخ روح زوجتي أحلى زوجتي دي ربعي لما تركيها أنا يعني أكلمك إيه بس ليش لفت لهناك قلت مش شقيقة شقيقة ففعلت أفتح لك عشان نام أنا كنت تفرج تلفزيون تفرج تلفزيون طفى الآن قبل ما تدخلي طفى لا لا طافي طافي من أول هو أنت قبل ما تدخلي طفى ملا بس ملا جبت أبي والله العظيم رباية مالك مالك شادني أكلمك أيوة من أول قرحت فيوز يا أبي لا لا ما قرحش فيوز ملا باس ملا بتجيب انا فوق الحرمه ملا باس يا اخي بنتي اخي زوجتي يا فوق ابو زوج يا شيخ روح لا 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 ده الرجال بيجنن بي هذه هي جلسه البيت صح يعني انا جالس في البيت من اول ما تخرجت هنا محامي مشهور وكبير لا لا, لا محامي ايوه لكن مشهور دي لا بس يعني ادخل ادخل ارقدي ادخل ارقدي لك انا صراحه انا جالس الف قصه اقول لك الحقيقه انا جالس الف قصه عشان ان شاء الله ناوي اخلي الناس يمثلوها ما لباس ما لباس مش برجلك مش برجلك اقسم لك بالله لا اكوشك مش قلنا احنا اصحاب وهذي على بعض قلت تسوي برجلك عيب الزوجه يا شيخ روح لا شادي شكلك بتألف قصة مع شفيقة من إن شاء الله تخير تخير قديلك تخير قديلك والله تخير قديلك والله أعدم تمام لا قرح فيوز الرجال شو كيف تركش يعني إيش ده زربتنا زرب الله يزربيك لكن الحين ما تشوفكش مين ما تشوفناش ما حد يشوفنا الا انت لانك انت الوحيد اللي فحصت الكتله هذا وعاد انا بفحصك فحص لما اخرج عيونك مين دي الزوجه زوجه عيش يا شيخ روح طبعا يعني انا شوف يتيم يتيم مش معي اب بس من كثر اصحابي يحبونا مره واحد من اصحابي هدالي ابوه واثنين اخوانه الصغار هلك ابو اخذت هلاس يا اخي اقطع لقطك يا بنت لا كلمه اسكت عدالك ابوه يا اخي والله اكلمك انا الموضوع في ابوه فحي اهلا يا عم اهلا ادخلي اوه قتي خيبه وعلى زيت تشامق بالقفه مشمته اوف أمي الحبيبة أمي العزيزة شادي تربيتي فينك؟ فينك يا مساوق من أمس شليت السامن والعز شفته منك ولا ريال؟ موجود أمه بس مالك كده داخلة عليه زي المدرعة حامية كده أهدأي شوية زي اندلع عادو على من تتشاطر علي يعني تتشاطر مالك يا مساوق على مين؟ على همل يا فرعون؟ مالك يا أخي مندي هذه أمين إيش أمين؟ أمي أبو حبال وولاد وأبوك تزوج دفع بيبيس ده يا اخي مع احترامي لك انت وابوك تكرروا بيسكم صدق ايش في امه مالك شادي تهادر مين
ولا هذا لحد بس في بي شقيقه برقبتي كذا بس كثر الجاعق والغضب يعني عشان تروح شقيقه برقبتك شكلك تتهابل تتهابل عليا شو تقزعه؟ تقزعه مالك يا مساوخ؟ فين الفلوس؟ فلوس يا شماعة فلوس ايش؟ خذ الا 250 ريال. اوه 200 ايش؟ 250 ريال مالك؟ شليت من عندي زفه دينه معدن ونحاس وصفر تقول لي 250 مالك تتهابل؟ هم اصلا لما رحت ابيع الحاجات فجأة الاسعار هبطت، الدولار في الارض وسعر الكيلو الحديد ب 10 ريال. ها؟ الحديد باع؟ انا بروح ببني لي عماير هناك بجيب الفلي حديد من عندكم. شوف انك هامبو، شوف انك هامبو. مين دي؟ الوالده. ايش من والده يا شيخ؟ روح شادي. ايش في امه؟ تهدر مين؟ ولا هادر حد قلت لك امه والله. حنين امك وشادي شغل البيت استوى مسكون. لا انا بروح يا امه. ما فيش حاجه يا امه، ما تسمعينا يا امه. ها؟ ايش في مالك؟ يا اخي من دي؟ يا اخي من؟ ايش امك يا اخي؟ البشريه عندكم اتبهدلت يا اخي. وما تحرقنا ثاني مره مع امي؟ الا امك حرقت لنا قدام المجتمع الجني. كزر بدي، شوف كزر بدي. لا لا لا، الموضوع خرج من يدي. اشتي له شفيقه. مين شفيقه؟ بعدين بعدين. كيفك يا امي؟ شو اخبارك؟ الحمد لله تمام. وده ايش جابه معك؟ شوفي امك بدات بالمناقشه، يعني ممكن نتحرك اروح. لا لا ما شادي هذه اليوم تنمش على بعضه. اتطلقي منه. لا مش كده القصد. شوفي كيف، انا بصدق كمان عقلي كده اللي خفيف، والسبب الوحيد بيخليني اطلقك الدبادب اللي مع امك الحمر منه. ما شادي هذه الايام يصلح حاجات. انتي شليه وروحي للشرطه بتعرفي كل الحقيقه. مش لصالحك يا والده، مش لصالحك الشرطه. انت مبلغ عليك بكل قسم 4 مرات. يما يما شادي هذه اليوم تاني يكلم نفسه كثير. مجنون. اخيرا اجيت على يدي. مسعود شيل الله، مسعود شيل الله، معي اللي اقوى منه قنقون. ايش الريح اللي دخل؟ غوبة غوبة شهر 6 يجي كذا صار غوبة. شبيك لبيك شبيك لبيك سيدك بين ايديك. ليش المرقصة دي؟ بعدين ما حد يقول سيدك، يقولوا عبدك بين ايديك. يا اخي المكسور شو يقول عبدك يا اخي؟ شوفي شوفي بدأت الحالة. ها اطلب واتمنى. اوه ايش ده ايش ده ايش ده؟ مالك مالك؟ ما ادري كيف دي ميزه ربنا تقول داخل خبط. ايش هذا؟ ها سهير هلا سهير هلا. لا 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 شوف سهير حدا لهنا الزوبه قد شفته هو. بس في زوبه اكبر. ايش ده مدي؟ ها اعرفك، هذه عمتي ام سهير. يعني عمك دفع لي الفلوس؟ اعتقد. يا شيخ روح. صراحة يا أخي أنت قزعته. يعني ولا سويت لي أي حاجة ولا حققت لي أي أمنية. مين أول قبلي مي خليه بارد، قبلي مي معدني مي مقطر، ونشيد غدي ونشيد بتمدد لي ساعتين، أنا بالحنة بتحني. يا أخي مالك مالك يا أخي؟ أنت كمان يا شادي الصدق الصدق انتهى اللاس. والله أنا مين الصباح زياد جنبك تقول لي أصحابي لما يجوا عندي؟ أنا أصحابي يحبونا، أنا واحد من أصحابي هدالي أبو في حد هدي في أبو عين. أصلاً بقول لك حاجة، أصحابي لما والله لما أروح عندهم أنت بتشوف كيف عزوني. ولا جبت لك صاحب أنا من الصباح عندك، أنا لو كنت ما جيت فاتك زي الجن جالس لنفسك هنا. طيب دحين يعني خلاص أقنع، يعني ما بتحقق ليش ولا أمنية؟ أصلاً يا شادي الصح، يعني أنا شو أقول لك حاجة، إنه يعني صدق الغلط منه، يعني اللي بحسب حصله فانوس، مش بحصله كتلين. مش في فرق بين الفانوس والكتلين؟ ها 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 كيف؟ اللي يفحص فانوس وكأنك يعني وأنا استدعيته مغترب من الخارج، يجيب لك سيارة، يجيب لك بيت، يجلس معاك، يقول عياله حلوين، شعورهم صاي، يعني مغترب مغترب مريش مربرب. كتلين، خرج لك واحد زي ضبحان دور له 1500 سنة، يعني كون فهم الله يحفظك. أخي أنت والله العظيم ما أدري كيف، يا أخي أي حاجة أي حاجة حتى شوف لي كذا من هنا ولا من هنا ولا. يا أخي الله إنك رحمتك. والله إنك رحيم. صح. انا علشان انك رحيم وعشان العيش المحل اللي بيني وبينك وعشان اصحابك كثير دوخوا بي من الصباح داخلين خارجين. انا بروح اتسلف لك امنيه من عند المديره. يعني في امنيه اكيد علنا المديره انها تصحابها كده وتحبنا واصحابي كلهم يحبونا كده فبيجيبوا لي امنيه. يعني طيب يعني عادك بتروح يوم بتطلع انا الان بخلص اجيب لك امنيه وبرجع. بس عارف ان الامنيه اللي بجيب لك هذه بتكون امنيه مشروطه. مش مشكله مشروطه ولا من غير مشروطه. خص انا اشتي امنيهم بس خلاص. يلا اتمني
ولا اروح وارجع. لا 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 ولا كتفعل لك كده قدره كاتب دي عندك بس. لا اقول لك انا جني جني تجني والله العظيم غصب منك. شوف انا والله انا برمشة عينك ممكن اخليك بلا بيت الان والله. اجيب لي قعد اجلس. طب اسمعنا اشتي دحين خلاص اتمنى يعني خلاص مديرك قال لي طالما انه شادي خليك مني خلاص يعني قاعد تعرفك. طب يعني خلاص يعني ما فيش كذا حاجات كذا من دون ناكل اصبر تهيأ. ها شبيك لبيك شبيك لبيك ها 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 شبيك لبيك سيدك بين ايديك اطلب منك يلا يا شادي بيك لبيك. لازم الحاجات التقليديه دي انا قلت لي تدخل لي بحاجات كاجوال ولا شيء. يا ابني معانا مديره مركزه على كل شيء ما ينفعش الحركات دي تقول لك تمشي جني. طعم جنباني يا غزة والله انا معلم مليح ما صدق ان انا جني. صح طيب اقلقوني خلاص انا ابدا لك بالامنيه. بس شوفي مشروطه ها مشروطه مشروطه خليني اقول لك الشرط يا اخي لحظه خلينا بس اقول لك انا ايش الامنيه وبعدين تشرط زي ما تشتي. يلا احضر يلا شوف. طب انا عشان استغل الفرصه هذه اللي بقلبك كامل شي مره واحده شوف فرصه واحده يلا هيدي لانها ما تتكررش ويا بخته اللي اجيت انا عندي والله. يلا طيب الامنيه انا اشتي بصراحه كذا يعني بس كيف لا 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 لحظه لحظه اشتي بيت لا لا مش بيت لا 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 لو سمحت اشتي فيلا فيلا حلو ايوه حلو فيلا تكون اربع ادوار أيوة؟ كل دور يكون ملون وبعدين خليني اكمل لك خليني اكمل لك وبعدين تكون في بقى اسانسير خليهم اثنين خليهم اثنين واحد لك وواحد الشغالين مش معقول شغالين مع بعض ممتاز ممتاز حلو. وكمان اشتي حديقه كبيره حلو. تكون موجوده بخلي لهم ابيض لهم ابيض جميل واشتي في بقى نافوره كده واشتي في بقى جولة بركه قصدك بركه بركه يعني ضفادع لا 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 نافوره 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 واشتي بسين بسين عشان السباحه والحاجه دي ايوه واشتي ايش كمان اشتي اربع سيارات خمس سيارات جنبي كذا في الحوش حلو اربع كلاب ذولك يحرسونا جميل ذكرت حاجه اهم شيء بالنسبه لي دي اهم شيء اهم من البيت نفسه يا سلام ايش شوف يعني قصدك جنب الباب لا 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 اشتي غرفه كذا تكييف واضاءه محترمه حلو رومانسي انت وزوجتك لا 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 ايش من زوجتي بلا بال اسمعنا اشتي عشان لما يجي العيال عند اصحابي بلياردو وجيم وحركات لانه العيال انت داري ان اصحابي كذا يحبونا شفتهم دموعهم من الصباح اقول لك انا اجيب فك الطاقه الاقي مليان شادي شادي يا اخي صح والله الله يسلك كف ما رجع لك فك هنا كنت تقدر تسمع على طول النار مش هباله ايه تعال الواحد يقول لك امونيا يتساعد معاك قفصتنا خلال لما داخل دبوسي مشان اجيب لك امونيا وانت تهابل لي يعني ترهقنا جالس انت داري اسمع لك بيت فيلا ايش يعني لازم اروح ادور لك بقعه وما فيش عاد بقعه داخل البلاد حصلنا بقعه لقينا معروف باع لنا البقعه اشتي لك اروح لما الاسكان تعرف معناته اسكان يعني تطلع طالع نازع طل لي ده خمسه اعطي لي ده عشره وقعقع هناك ارجع بعد بكره يعني بتفك لي شغله يا اخي انا انسان تعبان اجلس طالع لك نازل لك ما في اسانسير ولا شيء قبلنا البقعه وخرجنا الورقه قال لك جيب مقاول يشيل لك سته مقاولين يحفروا وشيوال وشغله يعني وليش ذا كله وانت قطبه ها شوف انا ها قطبت جلست لي بكتلي لا معي لا مي ولا كهرباء يعني زي زيكم مرتاح يعني خلاص يعني ما فيش يعني جيب حاجه معقوله يعني يعني ما تقدر ليش هذه صعبه الصدقه اخوي لبيك لبيك يعني طلعتها اي كلام يا اخي عيب الله المستعان قبل ما قفز عند المديره قلت لها شادي قالت شادي عمر طلعت معروفه معاكم طب بقول لك حاجه خلاص انا حاسس انه بالفعل الموضوع غلط ان انا اطلب حاجه يعني بيت وفيلا وشغل اي حد شغلته بصراحه وبعدين بتستنى بيت ما فيش داعي بيت قصدك بالشارع انا عاد انا افضل انك تسيب البيت هذا وتسيب الشارع طيب انا بقول لك حاجه حلو اشتري منك بيت هباله صح هباله هباله غالي غالي جدا جدا والله الفيلا غاليه طب ايش رايك انا اشتري 62 سيارة يعني ايش معنى 62 سيارة يعني انت 62 سيارة ولا سيارة موديل 62 سيارة موديل 62 لا لا لا, لا 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 مالك ايش تسوي بموديل 62 لا اشتري سيارة 62 سيارة موديل 2014 يعني ليش 62 ليش ما يكون 65 70 80 لا لا 62 تنتين احبها لامي احبها لاختي و60 لي طمع طمع كنت كذا تمشي بهم كذا امشي بالا شادي 62 سيارة يعني دي كمان شغلة كمان يعني السيارة الواحدة قد شغلة يعني تعرف لما اجيب سيارة لازم اطلع لما امريكا 18 ساعة بالطيارة انا اغتي اغتي تدخل طالع سمارة اطرش كثير بس اطلع مش عارف كيف وهكذا وصلنا وصلنا امريكا جلست ادور سيارة انا بالحوافي مع عيال عند الدلالين وهكذا خرجنا لك سيارة نزلناها جلست ادور لي انا من ميناء الحديدة لا ميناء عدن لا ميناء صنعاء ما في صنعاء ما في باش ميناء انا ما ادري بلادكم كيف الموانع حقها بس انا اقول لك ما تقريبا يعني افتهم لك فاجلس ادور ما لقيت السياره لقيت السياره لقيت انه معروف وقابل السياره خرجه خلق جمارك ومدري ما هو ادفع لي دي ورقه من هنا ورقه يا اخي انت شغله بحق الله لك شغله خرجناها
خرجت معك 130 نقطة لما جبال ما بحبكم. جاز على النقاط ده بيقول لك اقشع العاكس، ده يقول لك اقشع وقاق، ده يقول لك جيب لي الأرقام، ده يقول يا اخي انت لويك والله يا اخي برجع عليك يا اخي. تعال بازل تعال، يعني ما تقدرش تسويها صح؟ يا اخي لا طلبات بسيطة، يعني قول لي فاصوليا روتي بخلص اجيب لك الان، والله لو بقبل اجيب لك عليه قدام الصباح وانا اصفي لك البيت يعني. يا والله انك طلعت اي كلام قسما بالله، فعلي هو بيك ولو بيك وافلام ما اسمع لي اشيل الحركات ديك ما عليك. انا ارجعك رابح، ارجع رابح بس يا رابح باللحظة. طيب انا بصراحة انا شفت نفسي بصراحة تافه وسخيف حتى انا شفتها وغبي وطماع لما طلبت الحاجات هذه، حتى انا شفتها. يعني ما ينفعش يعني يقلني انسان ضيف بيتي وانا اطلبه الحاجات دي، والله العظيم ما ينفع صح. فانا قلت بصراحه انا سمعت وانا اطلبك. لا 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 خلينا انا 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 اطلبك. انا افتهم لي انت تشتينا، اتمنى امنيات بس تكون من غير ما في بيكون متابعه يا اخي. اه وانا بيني وبينك انا يعني بدنا اللي يقول لي اخرجهم فع يا اخي شمس. اه صح صح صح. اذا انا بتمنى امنيه وبسهل عليك كل شيء. انا بدعمك. اسمعنا الامنيه حقي ان انا اشتري فلوس. حلو. فلوس كثير وانا بشتري اللي اشتي. حلو. ايش اسوي ده؟ سخن سخن كده تسخن. ها ها. أوه. تعب المونديال تعب. طيب انا اشتي قلتلك بيس وانا بشتري اللي اشتي. من ايش من عملات تشتي؟ بسرعه اشتي غانا. اسمها غانا؟ عملة غانا. انت محق غانا؟ اه. يعني ما تشتيش لا دولار ولا يمن؟ لا لا انا بطلع غانا بس بجيب لك تنتين كواش محق غانا عشان تسع منه الغالي رجله يسع مني وبطنطنك لما اشمغ لك بك الشمقتين الثاني. يعني لما يعني ما عجبك منه يعني ما خير شيء اخذ لما غانا. ايه اطلب من غانا تفاح حاجه حلوه من عنده. يا اخي انت مالك يا اخي يعني ما تقدر تسوي لي حاجه كذا زي الناس. بس انا ابغى غانا تطلب هنا يمني دولار اطلب استرليني اطلب اي شيء. انا اقصد انه تدري ايش؟ انه الغانا يعني تقدر تدلع بها انه معك عمله غانيه. لا بدك تدلع تدلع بها. يا اخي خلص طب اسمعنا جيب لي الفلوس الكثير هذه بس تكون بعملتنا اليوني. ولا تمام ايش فلوس؟ ايش ها؟ فين؟ فين؟ يا ابني تحمل تحمل. مليان حتفك بيس. فين مليان حتفي؟ فين انا بيس؟ طعمه ارموز. بس دخل دخل. شوف الا 250 والله لو تكون زبعتين. شوف شوف كيف انا قاعد قوية. شوف كيف انا؟ اوف كرت بنك. شوف يا اخي انت قني والله انت غصب مني والله. طيب اسمعنا يعني بيصرفوا لي فلوس كامل فيه بس صح؟ ايوه انت بس روح لهناك قول لهم انا تبع شعيب. شوف شوف طب خلاص يعني اروح اصرفه واستمتع به. اروح استمتع بس خلينا قبل ما تروح تصرفه اقول لك ايش الشرط. لا لا ايش من شرط؟ اسمعنا خلينا اروح الحق وبعدين بنقعد نتفاهم على الشروط. يا اخي لا لازم اقول لك ايش الشرط انا فهمنا. يا اخي بعدين خلاص انا موافق موافق خلاص. يلا طب انا واصحابك اللي بيقولوا لك كثير اصحابك الكثير. دحين بقزع بشلهم عشان يتحملوا معي. يلا 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 الله يهنيك الله يهنيك موفق. جنجونين جناجينو يا اخي مالك فزيت انا فزيتك ايش مالك فيك انا لي 3 ايام راقد هنا 3 ايام راقد تبعتوا كذا كذا انتوا لقين ها يا اخي كيف بالرقد هذه كيف حالك فقدت لي اكيد فقدت لي صح ايش اصحابك دو اخوي دخل اخر جايين اكيد اكيد ايش اقول لك رحت ايش خبر البيس اوه رحت البنك ما حسيت نفسي غني غني يا اخي احساس انك تكون غني يا اخي الموضوع مختلف فرحت طبعا وتكبرت على الناس كذا ومش عارف ايش فشفتهم قاعدين يعني يصرفوا لي يصرف لك من 30 من 50 من 100 انا مستحيل اتنازل وامسك طابور ملايين 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 فقلت خلينا اول ما تخلص الاجازه لانه اليوم خميس خلاص مخلص اليوم الجمعه السبت معنا اجازه ها ليش اجازتكم جمعه وسبت؟ ها البنوك تاجز عندنا جمعه وسبت ها مزي عندنا يعني ايش عندكم متى يجزوا؟ احنا عندنا شفوع اجزوا شفوع شفوع وخمس وصلوا ده الشفوع هذا قبل الثلوش الثلوش ها لا ان شاء الله خلاص انا ببكر الشحد بروح بصرف مش هباله هي يا شادي ايش فيك؟ لازم كنت تجيب البيس اليوم لانه في شرط كان بموضوع البيس وصلوا الشرط هذا اللي يخلي لازم اليوم استلم الفلوس انه تصرف الفلوس هذه بظرف ساعتين ساعتين ايوه اصل الساعتين هذه عندنا بالجين يعني اقل من ساعتين اقل من ساعتين اه والان راحت عليك ساعه وباقي ساعه بطل هباله بطل هباله مش جنان يعني الفلوس دي كلها تصرف في خلال ساعتين ساعتين ايوه ايوه وكمان عاده في شرط ثاني انه ما تعطيش منه لا لامك ولا لاختك ولا لزوجتك ولا هذاك اللي يقع لك البانتي ولا كمان تشتري منه بيت ولا فيلا ولا سياره لا ايش اسوي بعد اشتري بشواش دخل اتصرف هذا الشرط اللي انت ما رضيتش تسمعه
يا اخي بطل لك هبالهم شبالهين. انا كلمتك باقي لك ساعه واحده، يا اما تصرف البيس او بنفذ عقوبه. الله معك خليه يروح يرقد. شوف القاعده حق صحيح. واقي 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 في الريح ترقد مالك فوق القاعده حق. اسمعنا بطل هباله شوفها يي خلاص خلاص راح. تعبت يا عمة تعب فهمي لعبني. شو وقت النوم يا أخي؟ خلاص أنا راقد. شادي. أنا راقد. شادي. إيش في؟ حتى سويت تقول إنك تهادك نفسك؟ إيش هذا المجنانة يا ابني؟ يا أم اسمعونا أنا أشي استشيركم في حاجة. أشي أعرف يعني شلون على عقلي على عقلي على عقلي إيه تمام على عقلي. لو أنا معي مثلاً فرضاً إنه معي فلوس كتير كتير كده ها وأشي أصرفه في خلال ساعة واحدة ساعة. ايش اللي ممكن اعمله؟ اعطيه لمن؟ شادي يا مساوى خلي قلبي كان حاسس ان المعدن حقي جاب فلوس كثير. انت والمعدن حقك يا ماد اللي ولا جاب حاجه. دحين اسمعينا يا سهير لو معي فلوس ها من فين معك الفلوس؟ لا لا من فين يا شادي من فين؟ صرفتها من يا شادي الان تعترف. لا انا اقول لك افترضوا فرضا انه معي فلوس وش اصرفها؟ مثلا اعطيها لمن غير لك ما وغير ان انا اعطيها لك؟ لا لا الموضوع مختلف. اشي اعطيها لحد ثاني واحد مختلف. يعني مثلا اعطيها لخوزرانه قد خوزرانه اللي عندنا. خوزرانه؟ لا خوزرانه لا ما تستاهلش. خوزرانه معي ذهب مقشقشه من راسها لاساسا. انا ما فيش معي. طيب طيب يما فكري معي يعني لو اعطينا الفلوس مثلا هذه اللي خلف وزي قالتنا هذيك مسكينه معي تامة تربيهم يعني فاهم الموضوع مسكينه معي تامة من اللي مسكينه خلي لي حالي مالك مني صدقي شلت مني بلتان من رمضان اللي فات ولما الان ولا جابنه اوه يما على البرتانه قالت يعني طب اسمعينا سوسو يعني ايش رايك طيب ها فاروق اللي بحافتنا ذاك الرجال الشيب مع بنات شي زوقهم حرام يعني بناته فاهم لا, لا 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 فاروق لا فاروق لو شم بس قليل بيسه بيقلب علينا كلنا لا يا الله اه طيب حلوه حلوه آسي اللي تقال لك امها هذيك اللي لقيت من البلاد معي لحوح مش عارف ايش رايك نعطي لك اقسم بالله لو تجيبه لو اسمع انك جبت لي تمام والله اروح الاسكان وامسح اسمي من المخلقه حقك اسمك من المخلقه حقي بالاسكان معك ولاد ما ولا بقعه طب اسمعونا يعني انتو ايش اقول لكم يعني ماشي منكم فايده يعني ايش في يا شادي مالك شفتي قد قلت لك حنين امك وشادي البنتي تقاوع كل ما سألناه على حد يقول لك لا هذا مش محتاج ده مالك من نوع هذا مدرش ايش قبل ياتي انا وقدان كل ما سألوه سؤال على موضوع الفلوس يدخلنا موضوع يخرجنا موضوع اسمعنا يا اخي ايه خلاص قوم قد نشفت الخضاب والحنة خلاص قوم الحين بيجي يقول لي انا راقد وانا مدرش ايش وفزيته يا اخي قوم اوه يا شادي اخي شوف انا احرك عيوني فيزع صبين صبين بعيونك انت ايش الراقي لك قلني يا اخي انت قلني مصدق والله العظيم ها صرفت الفلوس خلاص ايه تدور لي صرفت الفلوس بصراحه انا ما لاقيتش احد اعطي له الفلوس فقررت انا انه خلاص اول ما ترجع انت البلاد اسحب الفلوس وهنيا والله هنيا ايه. انا اشوف اصحابي ما يحبوناش الا من الطبع والله اهني شوف باكرفك انت تمنيت امونيا والامونيا هذه كانت مربوطه بشرط والشرط هذا لو ما تنفذش مربوط بعقاب مالك يا عقاب ما انت عليك ما شفتهاش الوجه الثاني انا دحشوا اصحابي يحبون اقسم لك بالله انت اصحاب يا شادي والله رنا شوف بواليمهم هنا وبنخمدك انت داير والله بنخمدك هيا اصبر حقك الامونيا انتهت والشرط انت ما نفذتوش والان بيبدا العقاب 3 ثواني وبتشوف ايش بعمل لك انا 1 2 3 يعني ايش اللي سويته طيب؟ طفيت الكهرباء فرحان قلنا احنا واقفين عليه ساعتين بتلصق. نحن اصلا عندنا ما فيش حاجه اسمها كهرباء. وفين هذا عندكم؟ انت الان عندي وبضيافتي داخلت الكتلي. داخلت الايش؟ الكتلي. لا تقولش كذا يا قنقونينج. مندينج. اللوز هذه مرقانه شوف زوجتي احلى واحده في القريه. دحين على كذا بدي احلى واحده في القريه؟ وعادك تعايب على زوجتي وامي لا يا شيخ روح